باسمك اللهم منزل الكتاب هاديا صادفا عن السوء واقيا ورحمة للمؤمنين شافيا. ونصلي ما ترددت أنفاس البشر على خير مخلوق ظهر تطهر وكبر وقام فأنذر وأدام لربه الذكر وعلى آله ومناصري دعوته إلى أن تزول زهرة الدنيا ويصعق العباد متهيئين ليوم الميعاد. وبعد، فإن تقدم الزمان لا يزيد القرآن إلا طراوة ونداوة وحلاوة، ولا تزال أرياج قارئ حبيب تسرد أسماعنا وتربط على أفئدتنا داعية إيانا إلى التدبر والتفكر والتذكر. ما تيسر من آيات الله الكريمات يتلوها على أسماعنا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي طروطي القارئ الإذاعة والتلفزيون. سيدنا المولى عز وجل له التوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع فمع القرآن الكريم. فلا تغرنكم
يا
بل هو
ما
Thank you.
كمان قل يا
صدق.